الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قالت لجنة الاقتصاد النيابية إن الحكومة الحالية هي سبب ارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أن القادمة سيء جدا، وأوضحت أن السبب الرئيس وراء ارتفاع الأسعار هي سياسات الحكومة الاقتصادية غير المشجعة للسوق والمواطن العراقي، وأن هذه الزيادة تتحملها بالدرجة الأولى الحكومة والبرلمان وكل من في رأس السلطة. وأضافت أن ارتفاع سعر الدولار على الدينار العراقي هو من شجع صعود الأسعار في الأسواق، حيث نشهد الآن انخفاضا في الأسعار العالمية، فيما الأسواق العراقية لا تزال مرتفعة. وضمن محاولات ترقيعية لاحتواء ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضروات، أعلنت وزارة الزراعة إعادة فتح باب الاستيراد أمام الطماطم ومصنعات الدجاج خلال شهر رمضان. وقال وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي إن الحكومة أصدرت قراراً باستيراد 50,000 طن من الطماطم و50,000 طن من مصنعات الدجاج خلال شهر رمضان، مضيفاً أن هناك فجوة في محصول الطماطم من تاريخ 15 من آذار ولغاية الأول من أيار القادم، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار نتيجة للاحتباس في الإنتاج. أدى قرار تخفيض قيمة الدينار العراقي مع نهاية عام 2020 إلى إثارة بعض المخاوف من أن هذا التراجع في القيمة يعد تمهيداً لتعويم كامل للعملة المحلية. وأشار خبراء اقتصاديون أن سياسة التعويم ليست ذات فائدة حقيقية في اقتصاد العراق الذي يعد ريعياً ويعتمد على إيرادات النفط بشكل كبير، مبينين أن التعويم الكامل ستكون له انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمستهلك العراقي، وبخاصة الفئات المتوسطة والفقيرة ومحدودي الدخل. سجل الاقتصاد الكويتي أسوأ انكماش له منذ نحو 13 عاماً بضغط من جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط. وأظهر تقرير بنك الكويت الوطني تراجع اقتصاد الكويت بنسبة 8% على أساس سنوي في عام 2020 في أسوأ انكماش منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008. وأوضح التقرير أن سياسات الدعم الحكومي لاحتواء تداعيات الجائحة، خاصة تلك الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة، كانت محدودة إذ تمحورت بصفة رئيسة حول سداد الديون. دعا وزير المالية الألماني أولاف شولتز للعمل مع الدول الاقتصادية الرائدة من أجل تمديد تأجيل سداد الديون بالنسبة للدول الأكثر فقراً. وقال شولتز إنه يجب أن تحصل الدول الفقيرة على تأجيل إضافي للمدفوعات الفعلية من أصول الديون ومدفوعات الفائدة حتى نهاية العام الحالي، مضيفة أن ذلك سيمنح الدول نطاقاً أكبر من الحركة الاستثمارات من أجل مكافحة وباء كورونا. قالت جيتا جوبيناث كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي إن الصندوق يفضل منذ فترة طويلة اعتماد حد أدنى للضريبة العالمية على أرباح الشركات، واصفة التهرب الضريبي بأنه قضية مزعجة للاقتصاد العالمي. وأضافت جوبيناث أن التفاوت الحالي في معدلات الضرائب الوطنية على الشركات أدت إلى قدر كبير من تحول وتجنب الضرائب، ما قلل من القاعدة الضريبية التي يمكن للحكومات أن تجمع الإيرادات على أساسها لتمويل الإنفاق الاقتصادي والاجتماعي المطلوب. ختام الموجز برعاية الله.